عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلا ما نطول عليكم، معكم كويجين أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد حلوة ديال لاكريم بكلاصاج أحمر لامع. هذه صوبتها بمناسبة المسيرة الخضراء. إن شاء الله دابا غادي نبداو بالمقادير. بسم الله، مقادير تاع الجينواز عندنا فيها 6 ديال البيضات، عندنا زلفة ديال سنيدة، وعندنا زلفة ديال الطحين، وواحد خمارة حمراء، يعني كنعبرو ديك الزلفة المعروفين بها المغاربة. هنا سمحوا لي تمسح لي المقطع الاولاني فاش يلاه درت البيض مع سنيدة. كنضربوا البيض مع سنيدة جيدا حتى كنحصلوا على واحد الخليط كيكون ابيض متماسك وكيضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا دابا في الفيديو. هنا سرعت شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل، سمحوا لي. المهم كيكون واحد الخليط كيكون ابيض، يعني كيجي كي انموس كتكون خفيفه. وكنضيفوا هنايا الطحين، كنضيفوا تدريجيا، ولكن كننقصوا سرعه الباتور، ما كنخليوش باقي كنديروه على واحد الدرجة تكون ناقصة بزاف. هنا كنحصلوا على واحد العجين كيجي صراحة، العجين ديال لاجينواز كيجي خفيف واسفنجي، يعني لا بيتقسموا. وهذا الخليط كيجي في الطاوة اللي فيها 60 سنتيم على 40 سنتيم. الا كنتو نتوما جاتكم كبيرة غادي تنقصوا ديروا 3 د البيضات وكاس سنيدة وكاس ديال الطحين مع نصف خمارة حمراء. هذه كتجيكم واحد جينواز صغيرة. هنا كنسرحوها في اللاطة اللي كيكون فيها بابي كويسون، نسرحوها جيدا ونحاولوا نخبطوا بالطاوة واحد شوية باش الا تسرح لينا لا جينواز تجي متساوية من الفوق كما كدابا كتشوفوا. صراحة الجينواز سهلة، مقادير ديالها بساط ولكن نتيجتها كتجي روعة. هاي دابا خرجناها من الفران، كنشعلو الفوق والتحت واحد المدة ما كتفوتش لينا 5 دقائق وسبعة دقائق ما كتفوتهاش. كنخرجوها كنديروها في واحد المنديل اللي كنرشوه بالسكر كلاصي باش نتفادو باش ما تلصقش لينا مع المنديل. هنا خديت واحد الكارتون رسمت فيه الخريطه ديال بلادنا، كنحاول كنكبرها مزيان. خرجت وحده في امبريمو وحاولت كبرتها، كنكبرها بشويه بشويه حتى حصلت على هذه اللي في الكارتون. وكنبقى غاديه بالسكين، يعني بحاشيه ديال السكين كنبقى نقطع لا جينواز تاعي على قياس تاع هذا الكارتون اللي بغيت، وكنبقى غادي تنكملها. هنا كنهزو ديك الجينوازات اللي قطعنا، ملي كنهزو وحده كنحطوها على داك الكرتون نيت باش قطعنا، وغادي نبقاو نسقيوها بالسيرو اللي كيكون عادي اللي فيه كاس سنيده ونص كاس ديال الماء. انا هنا ضبطت المقادير، وفي نفس الوقت غادي ندير كريمه تضرب ليا، كريم قشده طريه غادي نديرها تضرب، وغادي حتى تطلع لينا مزيان. كنزيدو السكر على حسب الذوق، وكنزيد واحد الساشي ديال غبرة ديال الشونتي. الدور ديال ديك اللي قلت لكم غبرة ديال الشونتي هو كيوقف لنا الكريمة باش كتبقى واقفة وشادة في راسها. هنا من بعد فاش سقينا كنديرو واحد الطبقة ديال الكريمة كتكون شوية خفيفة، كنلبسوها مزيان لاجينواز، وكندير واحد هنا صوبت واحد الخليط ديال الفواكه اللي فيه اناناس معلب مقطع طريفات صغار، والفرومبواز، وشويه ديال البرقوق، وشويه ديال الخوخ. يعني ديروا اي فواكه عندكم في الدار، يعني اللي حبيتو نتوما. وحاولت درت واحد الطبقه اخرى رقيقه ديال الكريمه باش يتشدون هذوك الفواكه باش ما الا درنا جينواز اخرى ما يخرجوش. درنا جينواز اخرى الثانيه، هنا غيتبان لكم راه مفرقه على جوج قطع، هنا غير مونطيتها حاولت درت استغليت الجناب اللي كيشيطوا ليا، كنديروها في الوسط وكنسقيوها ونديروا نفس الطريقه الكريمه والفواكه ثم الكريمه، ونحطوا الجينواز اخرى من الفوق.
الفيديو كيوضح لكم كل شيء، يعني اسهل حاجه، يعني ما صعيبه ما والو. درنا هنا جينواز الثالثه والاخيره، غادي نسقيوها يعني كما كيبان لكم في الفيديو، غادي تسقى بطبيعه الحال، غادي ندولها الكريمه من الجوانب ومن الفوق، تغطى كلها بالكريمه، غادي ندخلوها المجمد واحد 5 ساعات، غادي نخرجوها نديرو واحد طبقه اخرى خفيفه ديال الكريمه باش كتجينا ملسه ومفينيه، حتى الكلاصاج ما كيخليش دوك العيوب، وغادي ندخلها كونجيلاتور ليله كامله، من الاحسن نخلوها تبات. عندنا دابا الكلاصاج اللي كيكون ساهل، اللي فيه 250 غرام ديال سنيده، 150 غرام ديال الكريمه سائله، 4 د الورقات ديال الجيلاتين، عندنا 80 غرام ديال الشوكولات ابيض، 80 غرام ديال الماء، ملون غذائي احمر. غادي ناخذ واحد قميله صغيره، غادي نديرو فيها سنيده مع الماء، كنردوه فوق البوطه، كنشعلو عليه حتى نحصلوا على واحد الشكل ديال السيرو فاش يبدا يطبخ. غادي نضيفوا الشوكولات وغادي نحركوا حتى ينسجم لينا جيدا كما دابا كتشوفوا في الفيديو. دابا هو بدينا كنحصلوا على شكل سيرو، حدا ضفنا الشوكولا حتى ينسجم مزيان، غادي نضيفوا الكريمه ونحركوا بسرعه باش ينسجم لينا الخليط جيدا. ثم غادي نضيفوا الجيلاتين اللي كيكون مرقد في الماء من قبل خارج النار، غادي نزيدوا ملون الغذائي الاحمر حتى نحصلوا على اللون اللي بغيتو، يعني داك الاحمر على حسب رايه المغرب. من بعد غادي نصفيوه باش نتفاداو دوك الحبيبات. من بعد فاش صفينا الكلاصاج كنخبيوه بواحد السلوفان وكنخليوه حتى كيبرد جيدا مزيان، وكنكبو نخرجوا الحلوى ديالتنا مثلجه وكنخويو عليها الكلاصاج، كنحاولوا نخبيو الجوانب مزيان كلها تغطى بداك الكلاصاج. وهنا في واحد الحاله الا كان برشتو الكلاصاج بحال جمد لكم شويه، كتسخنوه في حمام مريم غير واحد شويه وكتخدموا به. صافي هنا فاش خبيتها انا كلها، غادي نرجع ثاني للمجمد حتى يشبل داك الكلاصاج مزيان. خديت عجينه الشوكولات لونتها باللون الاخضر وورقتها وقطعت لي بوند كيكونوا متساويين، وصوبت دوك لي بوند هاد النجمه، نجمه العلامه المغربي. صافي غادي نحطها فوق الكاطو تاعي في الوسط، حطيت دابا النجمه في الوسط، غادي نكتب الاسم ديال المدرسه لقاش خدمتها كوموند بمناسبه المسيره الخضراء. ها هي دابا النتيجه النهائيه، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو واخا جا طويل شويه مي سمحوا لي. اللي عجبو الفيديو يضغط على لايك، واللي اول مره يشوف القناه ديالي يشترك ويضغط على زر الجرس. بسلام عليكم، خليتكم على خير الى فيديو جديد ان شاء الله مقاريب.